الحركة ولا عيانة. نقول حفظ السلعة النفيسة بصح اللهم تيمشي هادشي اللي كاين. مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا، احنا الان من قلب سوق شعبي بمدينة الدار البيضاء، يعني قناة شوف تيفي كترصد لكم اثمنة ديال الخضر بداية الاسبوع. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا غادي نقربكم من بعض الاثمنة ديال الخضروات. شري شحال داير البسباس؟ 6 دراهم. البسباس داير 6 دراهم. كورجيت شحال دايرة؟ 5 دراهم. يعني الكورجيت 5 دراهم، البسباس 6 دراهم، البصلة 8 دراهم. البصلة، البصلة شوية غالية في الثمن، وكاينة هاد البصلة هادي اش كيقولوا لها، خضارية؟ خضارية دايرة 50 ريال. 50 ريال، خضارية زوينة كتكون، خاصة أن دابا في هاد الوقيتة كتكون موجودة، ما كتكونش على طول العام، كتكون في واحد الوقيتة صافي. الدنجال شحال؟ 5 دراهم. 4 دراهم الدنجال. الخيار؟ الخيار 160. الخيار مطيشه اللي كانت دايره 15 درهم دابا ولات دايره غير 6 دراهم، 5 دراهم ياك؟ اي دايره 5 دراهم 4 دراهم. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا مطيشه، كاينه بطاطا حلوه اللي دايره 4 دراهم، 4 دراهم بطاطا حلوه. وكاين الشفرون، الشفرون داير 5 دراهم. وكاين ايضا البصله اللي قلنا دايره الثمن ديال 8 دراهم. بصلة اللي غالية، هذه بصلة غالية اللي كتكون كركوبة بحال هكا، كتكون غالية مقارنة مع البصلة الأخرى، البصلة الخضارية اللي دايرة غير 8 ديال 2 دراهم ونص، ولكن موجودة. كيف ما كتشاهدوا معنا يعني حتى السوق في القلب سوق شعبي ما كاينش داك الرواج، ما كاينش حتى الحركة ولات عيانة. ياك الشري يعني الناس مابقاوش كيتقداو يوميا، كنا شحال هذه كنشوفوا أن الخضارة تيتقداو يوميا، ديما كتلقى عنده الخضره الجديده، ديما كتلقى عنده داكشي بزايد، ولكن دابا مابقاوش الناس تيتقداو بحكم انهم مابقاش داك الاقبال الكبير. الخضره كتبقى كتخسر اللهم ما تجيش، يعني يجيو داكشي على اللي قد غادي يبيعو. سلام، كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ انتما كيفما كتشاهدوا معنا هذه الاثمنه ديال بعض الخضروات اللي لقينا في هذا السوق الشعبي. يعني الأثمنة كيف ما شاهدتوا يعني متناول، ولكن الإقبال ما بقاش مقارنة مع شحال هادي، شحال هادي كنا كنشوفوا الإقبال كيكون كثير، كنشوفوا الخضرة كتكون كثيرة، ولكن دابا الإقبال ما بقاش. ثم كتشاهدوا معنا الاثمنه ديال الخضروات مطيشه حتى هي، يراها موجوده في البسباس، كورجيت، الشفرون والبصله. ثم كتشاهدوا معنا مشاهدينا قربناكم من بعض الاثمنه ديال الخضروات هذا الصباح هذا من قلب السوق. بطاطا حلوه كيقول لك 8 دراهم 6 دراهم في كازا، بطاطا حلوه دايره 5 دراهم 5 دراهم 4 دراهم، يعني طايحه شويه في الثمن وموجوده دابا حيت هذا الوقت ديالها. فين كتكون خويا طريق؟ راه مطيشه بصح وصلت للثمن ديال 15 درهم، ولكن دابا راه نزلت في الثمن، دابا مطيشه راه دايره غير 4 دراهم 5 دراهم، وتبارك الله راه موجوده في السوق، يعني حيت ولات موجوده ولات رخيصه. انا نصور لكم مطيشه، هاهي مطيشه راه موجوده في السوق والثمن ديالها 4 دراهم 5 دراهم. اما راه فاش كانت شحال هادي كانت 15 درهم، يعني الواحد بلاصه ما يتقدى بالكيلويات، كيلو واحد 15 درهم، دابا راه 15 درهم تجيب لك شي 3 كيلو ولا اكثر. وهنا المشاهدين بقى لي نوداكم، تلاقاوكم في بث مباشر اخر، كنتو معنا من قلب سوق شعبي ورصدنا لكم الاثمنه ديال الخضروات.